أول شيء عملنا نزلنا بزيت وشوي بعديها البصل والفطر مع الفليفلة شوية ملح وفلفل، بردناهم شوي، خلطنا 8 بيضات، أضفنا عليهم شوية كريمة، شوية جبنة بارميزان، بعدين فرمنا الهوت دوغ من نبيل، خلطنا الحشو مع الهوت دوغ مع البيض مع بعضه، بعدين في قالب الكب كيك حطيناهم داخل الكميات كاملة وعلى الفرن 150 لمدة 20 دقيقة. 200 جرام هوت دوغ من نبيل أو نقانق من نبيل، في عنا طبعا نوعين لحم وجاج، 8 بيضات، انتبهوا 8 بيضات، نصف كوب كريمة، ربع كوب بصل أخضر، ربع كوب فلفل ملون، وكمان في عنا بصل مفروم شوية صغيرة تقريبا نص بصلة، وفي عنا كمان ربع كوب جبنة مبروشة وجبنة بارميزان وفطر وملح وفلفل. طبعا في مقلاة رفعها على النار قبل ما أشوف الهدوغ، وكل شيء بيستخدمه الشيف نضال موجود في الشوروم بنبيل طبعا، اي شيء بيستخدمه يعني اذا السوبر ماركت القريب مش موجود فيه بالشوروم موجود. احسنت. بنضيف زبده وبنضيف يا حبيبي ابو طه شوي من الزيت وبنضيف هالبصلات، بنضيف هالبصلات يا عيني، بدت الروايح هل تطلع يا ابو سمره، بدت الروايح تطلع، ومباشره راح اضيف هالفطر المفروم وكمان اكيد الفليفله. يعني عليك كيف بتكون النار حامي؟ كيف بتشغل لك؟ والله عن جد مش تقعد دائما انت يعني بتشتغل دائما على الحامي، دائما يعني لازم المقله تبعك ساخن طبعا، ما بتشتغل الا على الحامي، ولا بحب اشتغل على البارد نهائيا. يعني اكيد ملح واكيد شويه فلفل اسود، هذا طبعا القسم الاول من الكيش. خضار عملناها سوتيه بالزبدة والزيت، وبنطفي النار عليها وبنشيلها على جنب حتى ايش تبرد. تمام تمام تمام. نيجي على الان نعمل الوصفة الرئيسية، الهوت دوغ خليه على جنب هون شوي. فمنجيب هالبولة ومنكسر 8 بيضات. 8 بيضات. طبعا انا بنصح الناس انه لما تكسروا البيض كسروه في صحن قبل ما تضيفوه على المجموعه كله، لانه ممكن تطلع معكم حبه فاسده فاسده بتخرب لكم كل البيض. تمام. شايف طه؟ متاكد انها منيحه؟ بننزلها. يا عيني عليك. كل شيء تمام. هاي 3، هاي 4. يا اخي انت قناص قناص، وبس انت قناص. في حال كانت البيضه فازده فورا بشيلها، ما بخرب كل البيض اللي عندي 100% تحت. وهي كمان اخر بيضه. 8 بيضات. عظيم جدا. الان يا ابو طه البيض عندنا صار جاهز، ومنجيب هالمضرب السلك هون، بدنا نضيف شوي من هالملح وشوي من هالفلفل الاسود. عندي هون بصل اخضر راح اخذه واضيفه وين؟ على هالحوسه اللي سويتها. على هالحوسه. شايف يا ابو طه؟ خليها على جنب ابو طه، عندك هذه هون. تمام. يا حبيب القلب. تمام. ونيجي طب هاي الفكره للسحور يا ابو طه، هاي فكره السحور. اها. خلينا نضيف البيض من هون شي عندنا. هون راح اضيف جواتها شويه من هالجبنه. ترى في ناس بحبوا يسووا شغلات زي هيك على الفطور، خاصه احنا بتحكي بكره 15 رمضان بعون، يعني بسيط بسيط على الفطور بصير. يعني في ناس عند ايام بقول لك انا بدي افطر فول وحمص اليوم، صح؟ يعني بصير. لانه بكون طبخ يومي، فهاي طبعا يعني نعم، بس السحور كثير فكرة حلوة، ودائما بتبحث الناس عن أفكار جديدة للفطور، أفكار جديدة للفطور، والسحور فعلا عشان تخفيف قصدك. ها؟ طبعا تسد جوعك شوية 100%. هون حطينا الجبن النوعين، الآن راح أضيف شوية من الكريمة الطازجة فرش كريم على هالبيض، والآن صار عندي الحشو جاهز، والآن الهوت دوغ رايح أقطعه وأضيفه على هالمزيج، خليه على جنب هون. عندنا طبعا نوعين، عندنا لحمه وعندنا دجاج. تمام. الان اليوم راح استعمل اللحمه. في عندنا بيه كمان الحجم الاكبر من الهوت دوغ. في عندي 4 سم و8 و15 و24. والله
جميع سندوتشات الهوت دوغ. حلو حلو حلو. حاضر يا معلم. حلو. ففي عندنا اربع اشكال. طبعا في عندنا كمان تشكيله سوسج موجوده. يعني شوف منتجات نبيل يعني بعمان اكثر من 500 صنف وكثير، يعني للفطور، للغداء، للعشاء، لحفلات الميلاد، للمشاور، رحلات، كل شيء موجود. والله وانا اشهد. لا كل شيء موجود. الشوروم عندكم فيه كل شيء صراحه، وكل الافكار اللي بدك اياها، وخاصه بضيف هالشيف نضال البريحي هون بالمطبخ بقول لك كل شيء كيف تسويه وكيف تزبطه. يعني على الدقيقه كمان وعلى الثانيه. صح. شايف هاي الهوت دوغ قطعناه. طبعا هو بيجي فل كوكت مطبوخ، بس عباره عنه تشووه شوية صغيرة، وفي حال انتو بتكون تشووه مباشرة فيك تستخدموه على السندويشة مباشرة مطبوخ. منجيب هالبيض نخلطه شوي كمان، وبناخذ هالحشو اللي عملناه المرتب المتكتك. هاي الحشو شايفه؟ طلعه هيو، بكون برد عندي. بننزله وين؟ على هالبيض. ما شاء الله على هيك البساطة والسلاسة يعني في الأداء. طبعا الكيش بتيجي قاعدته عجينة مصنوعة من الزبدة والطحين والبيض، بس احنا ما بدنا نسويها، بدنا نسويها بشكل مبسط أكثر للناس. تمام. هي هون نضيف نقانق نبيل على هالخلطة ونخلطها يا أبو سمرة، وصارت عندي جاهزة. إذا فرني مسخن على حرارة 150. قديش يا أبو طه الفرن؟ 150. 150 بالضبط. وهي الشغلات تستوي بسرعة صح؟ شوف البيض بشكل عام ما بيطول، بس إذا ما يكونش ناره أو النار حامي جدا عليه. فممكن طبعا ندهن. أنا عندي هون صينية كب كيك. طيب. ممكن نسويها بقالب. قالب زي قالب جات قزاز. جات قزاز صينية ألومنيوم اللي بدك إياه، بس أنا هون عشان يطلع بشكل أرتب ادهنوه زيت. أنا هون طبعا مستخدم زيت رش، بس أنتوا عندكم طبعا إذا فيش موجود استخدموا اللي هو الزيت العادي اللي هو بصبعكم، وصلى الله وبارك. والله هاي من الشغلات اللي ممكن الواحد يجربها. الآن بنجيبها ونحكي بسم الله الرحمن الرحيم، وبناخذ هالكمية يا أبو طه حطها وين؟ بسم الله ما شاء الله يا عيني. وعبوها، راح تنفخ معكم اثناء الخبز. بس ما تشيلوهم. فكره حلوه للفطور باستخدام نقانق نبيل. بدا ثلث ساعة, على حراره 150 بفرن البا الكهربائي. كيش. نعم طبعا زي ما قلت لك الكيش بيجي كمان قاعدته عجينه مصنوعه من الزبده والطحين والبيض، لكن هاي احنا قلت لك بدنا نعمل اشي بسيط للناس، بدناش نعقدهم زيادة. تمام. انه سووا عجينة اللي بسموها الكراست. هاي شوية جبنة يا ابو طه برمزان على وجه هيك مشان ايش؟ 100%. هاي جبنة يا ابو طه عليها اخوك. يا عيني. طبعا جبنة برمزان. احنا بنوديها على الفرن الان يا سلمى. تمام. وبس خليني امسح هيك وانظف حواليها. شوفوا كيف هاي الكيش شايف وين صار؟ طلع ابو طه هاي الكيشات يا عيني طلعوا خلاص. بس اخيرا بس اكيد لما يبرد راح يرجع محله، يعني هاي النفخه بس وقتيه. ايوه شايفين بدا تقريبا ينضج، لكن بده كمان شوي راح نسيبه ونخليه هيك على نار هادي 150 مئوي مش كثير. يا سلام ويا سلام ويا سلام يا عيني، هذا عن جد يعني شيء رائع وراقي ومحترم. يا عيني عليك يا ابو عون.